هو شخصيا يقول الزوج على نياته والزوجة على نياته، فكانوا الأهل يتناقشون يقولون لا ذولي اللي تعرسوا شو شلون يصنعون عمارهم وشلون يرتبون أمورهم، وين ذولي؟ ما يقول في النهاية هم راحوا يمين شمال لقوا ما فيه ليش إلا أنهم يزوجونهم بعض وخلاص انتهى الموضوع. نعم. وكان فقير يقول سبحان الله تزوجوا، يقول جاه عيال، يقولوا كانوا يعني فقراء، فناخذ لهم، يقول أخذ لهم أحيانا بعض الأغراض وديها لهم وكذا. يقول استمر ثم توفي الأب. يقول استمرينا ما نخلي يعني هالمرأة وعيلها. يقول يوم من الأيام قال لي الوالد خذ الأغراض ودها لبيت الفلان. يقول واروح لبيت الفلان، يقول يطلع ذاك الوليد وإلى عمره 11 سنة. ما شاء الله. إيش قال؟ إيش قال؟ قال رد اللي معك الله يجزاك خير، الله يبيض وجهك، الله يجزاكم خير، خلاص ما عاد نحتاج. أنا اشتغلت في البقالة هذه وصار يجيني شيء يكفينا. رجع. هذا وين جه من ذا؟ ما شاء الله. هذا اللي ب 11 سنة وقال هالكلام وين جاء منه؟ اي والله تربية. هلا امه ضعيف، امه ابوه ضعيف. الله لا من الله. ايوه سلام الله عليك. الله لا. يقول الان الولد عمره فوق العشرين. ايه يقول ولد 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 من اطيب الرجاجيل. ولد الاولاد. ولد ولد يبرد يلسد. سبحان الله. فقلت له انا هذه 100% انها دعوة ام او اب او جدة. يا سلام. والله الله عز وجل استجاب لها. طبعا القصد من القصة انه ليس المقياس ان يكون هذا ضعيف وهذا ضعيف يخرج ضعفاء، لا يخرج اقوياء، واحيانا اقوياء ويطلع منهم على ما قال ضعيف ما هو. فهي ما ادري، عاد رايي انا الشخصي ليست المقياس. شو رايك ابو معاذ؟ صدقت.